تحيا الأمة العربية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا منص من توحيد جهود الأمة العربية لمواجهة تحديات الوطن العربي، مرحبا بمشروع إنشاء قوة عربية مشتركة، وقال ذلك في كلمته في افتتاح القمة العربية في شرم الشيخ أمس، إن هناك من يعمل على تغذية فكرة الطائفية لكسر شوكة الأمة، مشيرا إلى أن الإرهابيين باتوا يمارسون العنف والتطرف لبث الرعب والفزع بين شعوبنا مستهزئين بقيم الدين السامحة. كما شدد على أن الأمة في أمس الحاجة إلى تنقية الخطاب الديني من شوائب التعصب والتطرف، وأضاف إلى أن الاهتمام بحل المشكلات في أمتنا يضعها في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن لديه اقتناعا كاملا بأن إمكانات الأمة كفيلة للمضي قدما نحو التكامل والتقدم والازدهار والتنمية. واختتم كلمته بتحية الأمة العربية ليقابل ذلك بتصفيق حاد من الحضور، وهذا التصفيق الحاد معناه عربون محبة، معناه حرص الجميع وإقبال الجميع سواء الزعماء والملوك العرب على مد اليد كل منه للآخر حتى يكونوا قوة عربية مشتركة تحفظ أمن وسلامة واستقرار الوطن العربي. تعال نشوف معنا اتصال الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم. السلام عليكم يا فندم. ألو، معانا عفوا معانا الشاعر احمد زايد. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ عاصم؟ استاذ احمد تحياتي لحضرتك يا فندم. الله يخليك يا فندم. حابب تقول ايه يا فندم عن يعني المشهد الجميل اللي شهدته القمه العربيه والتصفيق الحاد يعني اللي عقب كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل الزعماء والملوك العرب؟ انا عايز اقول تحيه لحضرتك الاول والمشاهدين في مصر الزراعيه، وتضامنا مع هذا الخبر السعيد عايز اقول تحيه للوطن العربي وتحية خاصة لحكامه وشعبنا الحر العربي، ويا رب تسعد أيامه وتعينه على الفترة الجاية علشان يحقق أحلامه ويعود لأمجاده السابقة وتتمسح كل ألامه. ما هي لولا صحوة حكامنا كان الوطن مننا هيضيع من بعد ما الخونة خانونا ولخبطوا كل المواضيع وركبوا ثورتنا البيضة وعلينا ضحكوا وقالوا ربيع، لكن صحينا لأهدافهم وكنا ليهم سد منيع. كان همهم نشر الفوضى ونرجعوا لشغل العصابات ويهدموا الجيش والشرطة ويقسموا الدولة الولايات ويفرضوا الجزية على الناس ويغيروا كل السياسات، وعلى الخريطة العربية بدل الدول تبقى دويلات. تحية للوطن العربي وأمته الـ26 ووحدة الصف العربي في مواجهة تجار الدين ودعمهم للشرعية بوقف خطر الحوثيين ودعم اليمن العربي ودعم أكبر لفلسطين. يا عربي ارفع راسك فوق لأمة فيها شرف لينا، ما فيهاش قرار جاي من بره ولا كلمة مفروضة علينا، وفكرة الجيش العربي يحفظ حدودنا وأراضينا والأمن يرجع لشعوبنا ويعيش معانا في حوالينا. تحياتي لحضرتك وللقمة العربية. ربنا يخليك يا فندم. تحياتي طبعا للوطن العربي القوي المتين، وتحياتي لحضرتك يعني شاعرنا الجميل أحمد زايد. شكرا ليك يا أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك يا فندم.